الحساب الذهني وأهميته الكبيرة بتعزيز مهارات وقدرات الأطفال. لهيك اليوم رح نتعرف على مؤسسة علمني، المؤسسة الرائدة بمجال التنمية والمهارات الفكرية الموجودة من عام 2017 ولحد هي اللحظة عم تدعم الأطفال بمختلف المجالات من خلال أنشطة وفعاليات ومسابقات دورية. رح نحكي اليوم عن مسابقة الحساب الذهني، عن عدد المشاركين، عن التحضيرات، عن الكوادر التدريبية، تفاصيل كثيرة رح يخبرونا عنها ضيوفنا لليوم، سناء المشعل مشرفة تعليمية وفرح نظير مشرفة إدارية. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك. يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم، نورتم. بداية رح نبدا من عندك استاذة سناء، خلينا نحكي عن المسابقة، شو هي مسابقة الحساب الذهني؟ تمام. التعلم هو متاح لكل طفل في العالم لكن باحترافية ومصداقية. هذا الشعار لمؤسسة علمني هو بيعتبر بوابة الإبداع والتميز. مؤسسة علمني هي رائدة بمجال التنمية والمهارات الفكرية وبالتدريب. برنامج الحساب الذهني هو من أهم البرامج الموجودة عندنا بالمؤسسة، بيتضمن عدة مستويات، بيعمل على تنمية شخصية الطفل وتفعيل شقي الدماغ وزيادة نسبة التركيز. بالمقابل رح يصير عندنا مرونة أكثر، سرعة أكثر، ونشاط أكثر، وزيادة بالتحصيل الدراسي. مؤسسة علمني تقيم مسابقات سنوياً على مستوى الجمهورية العربية السورية. كانت أول مسابقة هو عام 2017. مسابقتنا لعام 2023 كانت الأربعاء بالتاون سنتر 30 الشهر. تمام. فرح، يعني بما أنه نحن عندنا أطفال مميزين بمجالات مختلفة، وخصوصا إذا فينا نقول بمجال علمي مثل الحساب الذهني، وأكيد أنتوا كمؤسسة وكمدربين موجودين ضمن هاي المؤسسة عم تشرفوا على هدول الأطفال، حكي لنا كيف اليوم حضرتوا لهي المسابقة، كيف تعاملتوا مع الأطفال لصنعتوا منهم هيك أشخاص قادرين أنه يدخلوا بالمسابقة؟ تمام. هلأ هاي المسابقة بيكون المدرب عم يدرب أطفاله خلال عام كامل، بيكون عم يدربه على حسب المستوى المناسب لعمره. بعد كل هالتدريب خلال عام كامل بيخضع لجلسات تدريبية لحتى يقدر يفوت الطفل على المسابقة بكل حماس وشغف. وبالتالي هاي المسابقة نحن هاي السنة شارك فيها 650 طفل من جميع محافظات سورية. عدد كثير كبير طبعاً. لوين وصلتوا بالتصفيات اذا فينا؟ لا لسه ما طلعت النتائج حاليا، ان شاء الله قريبا بهاليومين اكيد رح تطلع ان شاء الله. بدنا نرجع لعندك سناء، بالنسبه للاشخاص اللي بدون حكي، ذكرت فرح انه في تدريب، خطوات تدريبيه، بس لما حدا بده يتقدم ليفوت باول شيء تدريب بعدين على المسابقه، في شروط معينه لدخول الاطفال بهذا المجال؟ تمام. اكيد في شروط معينه، انه هو يكون مدرب معتمد من مؤسسه تعلمني، وطفله حاصل على شهاده بالمستوى اللي بده يشارك فيه بالمسابقه. هذا الحكي قبل التدريب، بعدين بيدخل بمراحل التدريب. أكيد. تمام. طب خلينا نسألك كمان، اليوم في أعمار معينة من الأطفال قادرين أنهم يشاركوا بهي المسابقة؟ تمام. الأعمار المشاركة معنا بالمسابقة عم تكون من عمر الخمس سنوات لعمر الأربعة عشر سنة. بيقدروا يشاركوا معنا بالمستوى، طبعا كل طفل حسب عمره في إلى مستوى مناسب لإله. ممكن تمرق عليكم حالات مثلا أطفال يعني لسه مستواهم ما هو متقدم، أو هنن بحاجة لكتير، أو هنن مثلا بناء على رغبة الأهل تدربوا وفاتوا مثلا بهذا الشيء، إنه هنن ما كتير عندهم هي، بتحسي في طلاب بيكرهوا، أو أطفال خلينا نقول بيكرهوا هاي الرياضيات والحساب الذهني من أعمار مبكرة؟ تمام. نحن عن طريق برنامج الحساب الذهني عم نقتل رهبة الرياضيات، عم نخلي الأطفال يحبوا المادة أكثر بتمارين بألعاب مختصة بالحساب الذهني. وأكيد نحن بندعم كل طفل بيجي لعنا على المؤسسة ومنساعده لتنمية قدراته وخبراته. أكيد هي وقت بتتم عن طريق ألعاب وشغلات محفزة للطفل أكيد رح نحصل على نتائج أفضل. تمام. فرح، خلينا نرجع لعندك ونقول، يعني خلينا نكون واقعيين اليوم، لما نحن نقول إنه عنا مسابقة أكيد في فوز وفي خسارة طبعاً. ويمكن الأطفال هنن بتلاقيهم ما بيتقبلوا فكرة الخسارة، بيقولوا لك إنه إذا فاز طفل غيره إنه هو أعلى من مستوى منه، هذا الشيء بيسبب له يمكن شوية أحباط للطفل. قدي لازم نعطي اليوم هيك روح معنوية تقبل الخسارة؟ قدي لكم اليوم دور لحتى تقدموا لهم الدعم النفسي وتكونوا متهيئين لهالخطوة؟ والله بده نشغل كتير بهالموضوع. بس هو وصول الطفل للمسابقة هي فوز بحد ذاته يعني. طب شو بتحكوا له؟ شو كيف تقنعوه مثلا؟ خلينا نوضح. يعني هو مجرد ما إجا الطفل لعنا على وقت المسابقة، فنحن منورجيه انه انت وصلت لهون فانت فائز. يعني انت وصولك لهون هو فوز بحد ذاته، لكن لانه مو كل الاطفال قادره للوصول
للمسابقه يعني بالذات انه في جايين من المحافظات يعني جايين من درعا ولا من حمص يعني هن ما وراهم شيء لحتى يجوا لهيك جايه مثلا تمام. فهن كثير بيكونوا متحمسين لهذا الشيء انه هن وصلوا للنهايه لانه يعني احنا بعد كل مستوى عندهم اختبار لهذا المستوى لحتى يحصل على الشهاده تبعه فما بال انه هو وصل للنهايه فهو فوز بحد ذاته فهن فايتين ومتحمسين حتى لو خسروا بيقولوا لك انه هي التجربه كانت المره الجايه حنكون اكيد من الفائزين اكيد رح نفوز يعني بيكونوا فايتين بحماس وبيطلعوا بحماس قديش تقريبا المده كلها يعني من بدايه ما بيخطط او بيخططوا الاهل انه هذا الطفل بده يدخل بهي المسابقه ما بين تدريب وما بين المسابقه قد ايه تقريبا اعلن عن المسابقه قبل المسابقه بشهر تقريبا بقى المدربين ببلشوا يختاروا اطفالهم الاهالي ببلشوا يرشحوا اطفالهم للمسابقه هيك لحتى اخر اسبوع بيكون خاصين نحن تسجيل على المسابقه وخاصين بيدخل الطفل على قاعه الامتحان بحل 120 سؤال بسبع دقائق شو ما حل منهم خلاص هو تمام سناء خلينا نحكي كيف اليوم بيتم تكريم الفائزين بالمسابقه تمام تكريم الفائزين بيتم بعد المسابقه يتم تصحيح الاوراق كاملتان وبنطلع الفائزين بثلاث مراتب بكل مستوى بيتم جمع الاهالي وجمع الطلاب مع مدربينهم وتكريمهم بالنسبه للاطفال مثلا بدنا نبدا معا انا عندي طفل مثلا بالبيت او اي حدا حابه انه نمي له مهارته بهذا الشيء شو هي الخطوات اللي انا لازم اتبعه معه بالبيت اول شيء اكيد هي الشيء لازم تكون بالبيت تمام هلا بالبيت انا كأم بدي نمي قدرات طفلي بدي اشوف شو رغباته شو هو بيحب بيرجع الدور للمدربه انه هي تحفزه وهي تساعده لحتى يحب البرنامج اكثر ونقتل رهبه الرياضيات اكثر تمام طيب بما انه ذكرنا الاهالي برايكم اليوم يعني عم نشوف في وعي موجود عند الاهالي حول اهميه تعليم الحساب الذهني عند اطفالهم هلا عم نشوف والله هذا الوعي موجود عندهم وعم يحمسهم بزياده يعني بصير الام بدها تعلم ابنها الحساب الذهني اذا كان طبعا الطفل عنده هي الرغبه ما فينا لا بدك تتعلم لانه الماما بدها لا اكيد بس هو بحبها بيصير بعد ما يجربها معنا بعد ما يشوفها كيف معنا فعندهم يا الاهالي هذا الوعي يعني ممكن يكون في طفل مثل ما ذكرنا من شوي انه ما بيحب بس شوي ممكن انه نحن نعوده يعني في تطبيقات معينه ممكن من البيت انها تتم مساعدة ببعض التمارين بتطبيق بعض الألعاب اللي عم ياخدها نحن المعلومة عم نوصلها إياها للطفل عن طريق اللعب فعم تصل بسلاسة وعم تصل وهو الطفل مستمتع وعنده شغف إنه يكمل ويجي لتاني جلسة وياخذ المعلومة تمام يمكن في سؤال بيشغل بال الكثير إنه الحساب الذهني أنا بقدر أعلمه للأطفال اللي عندهم صعوبات بالتعلم أو أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة أم عادي ممكن يتعلموا هي المهارة طبعا ممكن يتعلمها لهي المهارة في عندكم يعني. مشاركين بالمسابقة من ذوي الاحتياجات او عندهم صعوبة طبعا شارك عندنا تقريبا بس شيء ثلاث اطفال يعني مو اكثر يعني هن اللي كانوا قادرين على الحساب الذهني وما شاء الله وابدعوا فيه يعني احنا طبقنا هذا البرنامج مع ذوي الهمم والحمد لله كانت النتائج مرضية بالنسبة لوضعهم تمام خلينا نحكي شوي عنهم باعتبار هيك انفتح انه كيف انهم كمان ببلشوا نفس بيكون في معاناة معهم ولا ممكن يكونوا اسهل ليتقبلوا هذا هلا هي ما فينا نقول عنا معاناة فينا نقول ممكن بدهم ياخذوا وقت اكثر جهد اكثر استمراريه اكثر تعب اكثر من المدرب وتواصل مع الاهل لحتى نحصل للنتيجه اللي بدنا اياها طيب بعد ما حكينا عن المسابقه ووضحنا عنها اكثر خلينا هيك نرجع شوي نعرف بحساب الذهني احنا شو بنقصد فيه تمام الحساب الذهني هو عبارة عن تفعيل القدرات العقلية انه نحن نقدر نحل تمارين بوقت كتير قصير ومنازل بيتضمن اعداد كتير كبيرة من دون استخدام آلة حاسبة يعني نحن بس نستخدم المهارات الثلاثة الموجودة عندنا بالحساب الذهني اللي هي المعداد والأصابع والخيال واكيد نحن بالتدريب على الخيال عم نوصل الطفل لمرحلة من التوازن طيب كل قد ايه بتعملوا مسابقات خلينا نوضح نحن مسابقاتنا عم تقوم سنويا كل سنه عم بيكون في عنا مسابقات للحساب الذهني بس الشروط نفسها اللي انذكرت هي طبعاً. لازم تكون موجوده تمام الشروط نفسها ونحن سنه عن سنه عم نلاحظ الفرق اللي عم بيصير انه كل سنه عم بيزيد عدد اطفال المشاركين وفي عنا اطفال سنويا عم بيشاركوا معنا بمستوى جديد بشغف جديد بحماس جديد لحتى يكونوا معنا ضمن هي المسابقه اكيد التشجيع والتحفيز
التحفيز له دور كبير طبعاً. بس طبعاً. يا هل ترى خلينا نرجع هيك لعندك فرح، الأعمار الصغيرة هي بتستجيب أكثر، مثلا قلتي من عمر الأربع سنوات ممكن يبلش، خمس سنوات طبعاً. يعني فينا نقول مرحلة الروضة ممكن هذا يستجيب أكثر من الأعمار الكبيرة ولا العكس أو حسب طبيعة كل حدا؟ هلا هي تقريبا حسب طبيعه كل حدا، لانه في اطفال يعني وقت تتعلموا بحب بقوم هو بصير مبدع شلون ما شو ما كان عمره، سواء كان روضه ولا كان انه هو يكون حابب هذا الشيء، بيكون لانه دائما بيقول لك اي شيء سواء اللغه او اي شيء بدك تعلميه بيقولوا عن صغر احسن بيرسخ بالمخ. صح هذا الحكي، بس مع هيك يعني برنامج الحساب الذهني هو بيخدم كل الاعمار وبرسخ بالمخ يعني خلص بيصير. انا بشوف احيانا بحضر لهم فيديوهات هيك فبستغرب وقت اللي بيعطون هيك ارقام كثير بقول لا مستحيل انه انا لاني بكره الرياضيات والحساب هذول. وكمان يمكن بيقولوا لك انه انا ليش بدي اتعلم بهالطريقه، انا عندي آلي حاسبه انا من خلالها ممكن اوصل للنتيجه، يعني ليش لحتى اعذب حالي؟ شو فينا نرد على هذا الموضوع؟ تخيلي النتائج اللي عم نحصل عليها سواء بالمواد بالتحصيل الدراسي بالتحصيل الأكاديمي عم تكون نتائج جدا جدا رائعة. يعني الطفل اللي خاضع لبرامج حساب ذهني عم تكون نتائجه والتحصيل الدراسي هي أفضل أفضل من الطفل اللي مو خاضع لبرامج الحساب الذهني. تمام. طيب أنتوا يعني من خلال المسابقة وإذا كانت يعني على مستوى عالمي أكيد أنتوا على اطلاع على قدرات أطفال خارج بلدنا الحبيب سوريا. طيب قديم يعني بعد ما طلعتوا قديم شفتوا إنه إحنا كمان ببلدنا عنا أطفال موهوبين مميزين لكن هنون يمكن بحاجة شوية دعم شوية توجيه للطريق الصح؟ تفضلي. صح هذا الحكي. هلأ نحنا صارت يوم السبت بعد مسابقتنا مسابقة تانية بتركيا كمان للحساب الذهني، وإن شاء الله كمان نحن عم نخضع لباقي يعني المناطق حتى نكون طاعة كلها يعني. تمام. طيب سناء خلينا نحكي يمكن قبل ما تبلشوا للمسابقة بيكون في دورات تدريبية في تحضيرات قديت اللي تتحضروا، كان في دروس مكثفة، شو العوائق يلي اعترضت طريقكم؟ تمام. هلأ نحن التحضير للمسابقة هو من قبل المدرب بيتم سنة كاملة هو عم يعمل التدريبات والتحضيرات للطفل، وقبل المسابقة بشهر بتم جلسات تدريبية للطفل مكثفة عم بيكون في كتير تعاون من الأهل. تمام. كتير حلو. هلأ خلينا نرجع شوي نحكي قديش مهمة هاي المهارات يتعلمها الطفل بيظل هذا التطور اللي عم نعيشه، التطور التكنولوجي بالموبايلات والكمبيوترات اللابتوب صار متواجد، يعني أكتر شيء الموبايل بتلاقي يعني الأطفال عم يقضوا وقت طويل قديش هذا ما غلط على الموبايل بألعاب، قديش مهم نحنا وقت بدنا نخليهم يستفيدوا من هيك مهارات. تمام. خليني أقول لك شيء، الحساب الذهني بمفهومه المعاصر هو قدر يوصل لعدد كتير كبير من الأطفال وقدرنا نخلي الأطفال شوية تبعد عن الأجهزة الإلكترونية بالتدريبات المستمرة وأوراق العمل اللي عم تروح معه على البيت لحتى يتم تدريبه على هي المهارة. تمام. فرح نحن لما نقول حساب ذهني نحن ما بس بنقصد رياضيات أو عمليات حسابية معينة، لا نحن يمكن على المستقبل طفل يلي تعلم الحساب الذهني من الصغر يمكن يمتلك مهارات عديدة وفعلا تفيده بمجالات حياته. صح. لا نحن وقت عم نعطي مادة حساب ذهني نحن ما عم نعطي رياضيات، نحن عم نعطي مهارة يكتسبها الطفل، يعني عم نخدم له مثلا مهارة الخيال هو يصير يعني يقدر يتخيل، هو مجرد ما الطفل صار يتخيل صار مبدع. نخدم له مهارة الأصابع، عنده مهارة المعداد هي بتشغل شقي الدماغ مع بعض، فنحن مو بس عم نعلمه شيء اسمه رياضيات انه يلا جماعة اطراح قسم اضرب، لا نحن عم نخليه يكتسب مهارة خبرة. تمام. قديش هذا الشيء مهم هاي خصوصا بهذا الوقت اللي نحن فيه. هلا هيك سناء اعطينا هيك نصائح منك بالنسبه للاهالي يعني لتنميه قدرات اطفالهم من صغر خصوصا بهذا المجال، قديش هو مهم؟ تمام. أطفالنا نحن كثير عندهم قدرات وكثير عندهم مواهب، بس نحن للأسف ما عم بتكون بالطريقة الصحيحة لحتى نقدر نستخرجهم ونشتغل عليهم. فأنا بنصح كل الأهالي إنه هي تشوف طفلة شو حابب، تقدر تنمي له هاي المواهب وهي القدرات بالتحاقه أكيد بدورات تدريبية مهمة لإنه. تمام. فرح خلينا نحكي يعني المسابقة بس فيها مشاركين أطفال من داخل محافظاتنا أم لا ممكن في من برا البلد مشاركين أطفال؟ هلا هنا حاليا بس من داخل البلد كان مشارك من كل المحافظات يعني، بس في مسابقه يمكن بتركيا او كانت مسابقه بتركيا صح، كان كمان للحساب الذهني كمان كان مشارك فيها تقريبا شيء 200 طفل من هنيك يعني. تمام. يا ترى هل هي المهاره بالتحديد
او اي مهاره خلينا نقول هي واللغه، يعني هدول شيء اساسي بحياتنا وتعليمهم لاطفالنا. احيانا الاهل كثير بيلاقوا معاناه، يا ترى هذا الشيء بيرجع من الاهل اذا كانوا هم بيحبوا هذا الشيء ولا ما له علاقه هي القصه؟ الاستمراريه هي الاساس. توقع لأي مهارة للطفل يتعلمها الاستمرارية هي الأساس. طيب أنتوا اليوم كمؤسسة تعلمني في جهات داعمة لكم اليوم لعملكم للأطفال الموجودين اليوم داخل المؤسسة؟ لا، نحن تشتغلوا لحالكم. إن شاء الله نكون قدها يا رب. إن شاء الله يا رب. فرح كمان هيك بدنا نصائح منك للأهالي اللي عندهم أطفال، حتى للي عم يدربوا بهذا المجال، هيك نصائح منك. هلا أنا بنصح يعني كل الأهالي ولا المدربين يعني حابين يدربوا بمصداقية وبطريقة كثير حلوة وصحيحة ويوصلوا المعلومة للطفل، يعني هم ينتموا لمؤسسة تعلمني لأنه هي فعلا ما لها تجارية، حدا تجاري مثلا أو هذا، يعني هن حدا كثير عم نشتغل بكل مصداقية يعني. تمام. يعني خلينا هيك بالختام كمان معك سناء نعطي نصائح أخيرة، وخصوصا يمكن للأطفال يلي بيخافوا من شيء اسمه مادة الرياضيات، بيخافوا إنه هن يخطوا خطوة ويلجأوا للحساب الذهني. تمام. هلا اكيد كلياتنا عندنا رهبه من ماده الرياضيات، بس نحن شوي شوي مع التدريب مع الاستمراريه، معناتها قليل الاشخاص اللي بيحبوها. مزبوط. طبعاً اكيد كلياتنا بمرحله من العمر بنمرق نحن بنخاف من الارقام الكبيره، فنحن بالحساب الذهني قتلنا هي الرهبه. يمكن الكبار بيخافوا ليلى، يمكن الى هيبه. انا تماما بتحسي هي الماده الى هيبه كثير كبيره. تمام اكيد طبعا. تمام. طيب خلينا نحكي اليوم عن الصعوبات اللي واجهتكم بها العمل قبل ما نختم، في صعوبات معينه واجهتكم او عم تواجهكم لحد هلا؟ لا ما في، لا الحمد لله، بالعكس يعني هي الصعوبات تبع بدك تلحقي للمسابقه، بدك تجهزي لها، بدك في تعب، في جهد، في خطه. اليوم في خطه بتوضعوا خطه ايمتى بدكم تبلشوا ايمتى بدكم تنهوا؟ في طبعاً خطه معينه في يعني حدا مختص بهذا الشيء بس للمسابقه، بما انكم يعني هو بيجهز اداره وتعليم، يعني في حدا مختص فقط للمسابقة، يعني هو بيجهز امتى بدها تكون انو ساعة. هي نحن عندنا جولات، يعني مو ال 650 طفل بفوتوا سوا على نفس القاعة الامتحانية، لا بكل 100 طفل تقريبا لحال بيكونوا، ما يعني ما بفوتوا كلهم سوا، عرفت شنو؟ فيعني كثير بيكون في جهد لهالموضوع. بس قد ما كان فيها تعب بتحسي يمكن انتم بتوصلوا لمرحلة هذا التعب وقت بتشوفوا انجازات الاطفال ونجاحهم لما بيوصلوا للمستويات بيحبوها، قديش هذا ما حلو بالنسبة لكم؟ ما بتتخيلي المتعة اللي عم نحصل عليها بالمسابقة، يعني بينتهي يوم المسابقة بعد تعب نهار طويل مع أطفالنا بحماس كتير كبير، ونحن يعني دائما إلا الأنسر وفيدا، إذا بدك يوم تاني نحن جاهزين كفريق عمل ومشرفين مع حضرتك. يعني طيب نحن حابين نعرف شو مشاريعكم القادمة، شو محضرين في مسابقات قادمة رح تكون موجودة؟ تمام. نحن عم نشتغل موضوع المسابقات رح تكون سنويا، وهلا في فكرة إنه نحن نعمل مسابقات لبرامج تانية تكون فعالة أكثر. تمام. يعني بالختام بدنا نتشكرك كثير سناء المشعل مشرفة تعليمية، وأيضا فرح نظير مشرفة إدارية. تمام. شكرا لكم ولجهودكم ويعطيكم ألف عافية. تمام. أنا بحب أشكر وبحب وجه شكر لمؤسسة تعلمني بكوادرها المتمثلة بالأستاذة سمية مكي والأستاذة رفيدة مكي، أكيد نوجه لهم تحية، أكيد على الاهتمام الكبير والدعم يلي بيقدمونا إياه نحن كمدربين. أكيد يعطيكم ألف عافية وشكرا لحضوركم. شكرا لك.